فخر مصر والعرب، ممدوح محمد حسن أسباعي أو رامي سباعي المعروف ببيج رامي، البطل الذي يسعى لتحقيق إنجاز فريد من نوعه لأبطال كمال أجسام المصريين والعرب في فئة الوزن المفتوح وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. جاء ذلك بعد أن استطاع البطل المصري التأهل اليوم إلى نهائي البطولة الأقوى في لعبة كمال الأجسام للمحترفين وسط آمال للاحتفاظ بلقبه العالمي. تعد بطولة مستر أولمبيا هي الأشهر والأكبر في رياضة كمال الأجسام للمحترفين، والذي فاز بها العام الماضي 2020، واليوم تجدد حلم بيج رامي وتجددت معه آمال وأحلام الشعب المصري من أجل التتويج باللقب من جديد، وذلك بعد أن انطلق العرض قبل الأخير للبطولة التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية صباح أمس، ليتأهل البطل المصري ضمن 6 لاعبين هم الأفضل في فئة الوزن المفتوح. ووضح للجميع فارق الضخامة لدى رامي عن باقي المتنافسين، بالإضافة إلى التناسق العضلي ما جعله مرشحا بقوة للحفاظ على لقب البطولة. ويعد أبرز المتنافسين لبيج رامي هو الأمريكي براندون كوري، ويليه الإيراني هادي شوبان، لكن لا تزال الكفة تميل لصالح البطل المصري الذي تميز بتألقه في اليوم الثاني من المنافسات. أكد الأمريكي دينيس جيمس مدرب بيج رامي أنه يثق في تحقيق بيج رامي لقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، وأنه لا يوجد شيء قادر على إيقافه. وتابع: أنا لست منبهرا، لكنه لا يزال يفاجئني في كل مرة بشيء جديد، هو لن يترك أي أمر للصدفة، وأعتقد أن فوزه العام الماضي كان مقنعا للجميع رغم أنه لم يكن في 100% من مستواه، لكنه كان نسخة أفضل، والآن هو تطور وقام بتحسين بعض الأمور وظهر النمو العضلي واستعد قبل فترة كافية للمنافسة على عكس العام الماضي. رامي سباعي لاعب كمال أجسام محترف اللعب في الاتحاد الدولي للياقة البدنية، هو مقيم حاليا في الكويت. يصنف بيج رامي من أفضل 10 لاعبي كمال أجسام في العالم، فهو أصغر لاعب تمكن من الوصول للمركز الثاني على مستوى العالم في 8 سنوات، بدأها بالمركز الثامن ثم المركز الرابع ثم المركز الثاني عام 2017، وهو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك. ولد بيج رامي في 16 من سبتمبر من عام 1984 بمركز البريلز بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وهو من أسرة متواضعة مكونة من 12 طفل، وتعمل العائلة في تجارة الأسماك. عاش بيج رامي في بدايته حياة متواضعة وبسيطة، وأجبره والده ووالدته على أن يعمل في تجارة السمك لكي يشارك في إعالة الأسرة. بعد حصوله على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، اضطر بيج رامي للعمل في تجارة الأسماك، إلا أن ممارسة الرياضة كانت تستهويه منذ الصغر، فقام بالاشتراك في أحد الصالات الرياضية بمركز بلطيم، وتعلم فنون ومهارات لعبة كمال الأجسام بالإسكندرية، وبعد إثباته لجدارته عمل كمدرب في جيم. لعبت صدفة دورا هاما في حياة بيج رامي، حيث اضطرت الأسرة وقتها للسفر إلى الكويت لكي تعمل في مهنة الصيد. أثناء تواجده بالكويت تعرف بيج رامي على أحد الأصدقاء المصريين الذي كان يعمل في أحد الصالات الرياضية، وبصدفة عرض عليه الصديق أن يعمل معه. بسبب التزام بيج رامي بالصلاة في وقتها اضطر إلى ترك العمل، وعاتبه صديقه على ذلك، ولكنه أصر على أداء الصلاة في وقتها والالتزام بها، فترك عمله في هذه الصلاة وبحث عن عمل آخر في صالة رياضية أخرى. ومن الكويت بدأت شهرته وعالميته، حيث فاز ببطولة الكأس الذهبية في لعبة كمال الأجسام عام 2012، وحاز على كرت الاحتراف بطل الأبطال عام 2012 من نادي القادسية الكويتي، وحصل على المركز الأول في المسابقة العالمية نيويورك برو، كما حصل على المركز الأول لبطولة مستر أولمبيا للهواة في نفس العام، كما نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين عام 2013.
بدأ بيج جرامي منافسته على مستر أولمبيا عام 2013، حيث احتل المركز الثامن في العام الأول لمشاركته فيها، والسابع في نفس المسابقة في العام اللاحق وهو عام 2014، وتوالى فوزه في العام التالي حيث أحرز المركز الخامس والمركز الرابع بمستر أولمبيا عام 2016. في عام 2015 فاز بيج جرامي بالمركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك، وبطولة أرنولد كلاسيك هي بطولة شهيرة تتفوق على مستر أولمبيا في شعبيتها، وأقيمت وقتها في البرازيل بحضور الممثل الأمريكي أرنولد شوانزينيجر. حصل بيج جرامي على جائزة مالية كبيرة بلغت 130,000 دولار وسيارة هامر وساعة رولاكس. في عام 2020 تجددت معاناة بيج جرامي حيث أصيب بفيروس كورونا، وقد قررت السلطات الكويتية إغلاق صالات الألعاب وتعليق الرحلات الجوية. في غضون 5 ساعات فقط نجح بيج جرامي وفريقه من السفر إلى دبي لاستكمال تدريباته هناك. في تلك الأوقات تخلى بيج جرامي عن برنامجه الغذائي لمدة 2 أسبوع حتى يستطيع التعافي من فيروس كورونا، وكان ذلك من القرارات الصعبة التي اتخذها بيج جرامي، حيث يمكن لهذه الفترة الطويلة أن تطيح بكل تدريباته السابقة. استعان وقتها بيج جرامي بوالدته وسافر إلى القاهرة معها وظلت بجواره حتى تم تعافيه بالكامل من فيروس كورونا واستطاع التدريب بشكل قوي. في منتصف شهر نوفمبر أقيمت بطولة مستر أولمبيا، حيث حصل فيها بيج جرامي لأول مرة على لقب مستر أولمبيا وفاز بالمركز الأول 2020 بعد سنوات من التدريب القاسي الذي لم يتوقف يوما، ليتغلب على 2 من أعتى أبطال اللعبة المحترفين في العالم وهما الثنائي الأمريكي الشهير فيل هيث وبراندن كوري والإيراني هادي شوبان، بعدما تغلب قبل 2 شهر على فيروس كورونا المستجد. من المعروف عن شخصية بيج جرامي تواضعه الشديد وحبه للخير وقربه من الله ودعمه وحبه المتواصل لعائلته وأسرته، وهو محب للنظافة ومهووس بها ويرفض الجلوس في مكان مهمل ولا يترفع عن تنظيف منزله، فهو يمتلك قوت 30 ربة منزل لحبه في النظافة، وهو متزوج من ابنة خاله ولديه 3 بنات، ويتميز بشخصية متسامحة لأبعد حد. وبعد فوز المصري بيج جرامي بالبطولة في نسختها الأخيرة وجه أنظار المصريين بخاصة إليها كرياضة يمكنهم تحقيق أحلامهم وإثبات تفوقهم، وتتمنى الجماهير العربية والمصرية العاشقة لهذا النوع من الرياضة أن يتوج سباعي باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي ويبقى متربعا على عرش رياضة كمال الأجسام.